مشاهدينا مرحبا بكم في فقرة من فقرات برنامجنا أكسب وأربح مع فخري، فقرة اسمها زول محظوظ أو زولة محظوظة. اخترنا شارع من شارع المستشفيات بحيث المستشفيات فيها المرضى وفيها المحتاجين حقيقة لدعم مالي. إخواننا في بنك العمال الوطني أكدوا حقيقة لهذه الفقرة وهذه المشاركة مبلغ بتاع 20,000 جنيه عيدية. كل سنة وانتم طيبين. خلونا نشوف يا إخواننا معانا وصاحب الحظ. ما عندنا موعد مع زول ولا عندنا سابق معرفة مع زول، ولكن الحظ كل حيديك. السلام عليكم ورحمة الله. منو معانا؟ عشا. عشا كل صوتي طيبة. الله يسلمك. أول حاجة سلامتي، ماشي على وين؟ ماشي المستشفى. المستشفى. مالك عندك شنو؟ عندي هنا معذورة. معذور. رجلك. المايستوما. ألف لا بأس عليك. والحق وصلنا طيبة، ونحن في برنامج أكسب وأربح مع فخري، وتحديدا جائزة مقدمة من بنك العمال الوطني بنك الكل. دعينا نديك جائزة هدية تساعدك في العلاج، رأيك شنو؟ كويس. تكون إن شاء عيدي. الله يكون لك إن شاء الله طيبين. الله يديك العافية. والله يخليك أنت طيبة إن شاء الله. نحن بنديكي جائزة مالية تستاهلية عبارة عن مبلغ مالي مقدم من بنك العمال الوطني بنك الكل، عبارة عن هدية لك ست الناس تستاهلي. إن شاء الله ربي يديك الصحة والعافية. الله يسلم كلكم، الله يدينا العافية والطيبين. آمين. الله يسلم. آمين. إن شاء الله يتمنى دايرين، الله يديكم. بتعرفش أعكم وأعكم وديك حاجة غالي. كويس الله يسلم. أعكم وديها غالي. لا ما غالي. والله؟ شغالين ضبيح ولا؟ المستشفى ده ما عملنا شيء منه حقيقة، يعني حاجة رمزية. حاجة رمزية كده. كويس أنت طيب يا أخي. أنت طيب يا أخي. ديك الصحة العافية. أنا حقيقة حديك ظرف من بنك العمال الوطني، لكن ظرف فاضي. انت بعدين املاها قروش. مقبولة منك. مقبولة يا اخي، يديك الصحة العافية. هذه الفقرة برعاية مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، كل التهاني والتبريكات، كل عام وانتم بخير. فقره من فقرات برامجنا اكسب واربح مع فخري. هذه الفقره تكلم عن تذكرتك علينا. تذكرتك علينا برعايه بنك البركه، شركاء في الانجاز. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، كل سنه طيبين. في فقره من فقراتنا تذكرتك علينا، حقيقه وقع الحظ على الرقم 7 والرقم 8. كان هو مواطن متجه بسفريات العقيده وحيسافر ان شاء الله الى مدينه مدني. التحيه لمدني، معنا منهم المواطنين. يعطيك العافيه. معك محمد فخر الدين يوسف علي. ومعك الوالد. معي الوالد. اي فخر الوالد في الباص. في الباص. اي انه عارف الهديه مقدمه من بنك البركه. يديكم العافيه. شكرا كثير لبنك البركه وللتلفزيون القومي ولشركه العقيده ان شاء الله. ما في مشكله في التلفزيون القومي مقبوله منك، لكن نحن حقيقه في هذا البرنامج بنقول لك تذكرتين مقدمه من العقيده. كويس. ودي قيمه التذكره يا اخواننا الماليه اللي بتكون دائما مع الشاب الجميل. من مدني ذاتك ولا من ضواحي مدني؟ من مدني انا. يعني وقت قليبه؟ وقت قليبه. اي وريني فنان كده من مدني. انا اصلا من الشبارقه، شرقي مدني. معي فنان شبارقه؟ محمد شبارقه. حيله شبارقه. طبعا يا اخواننا مدني دي محمد اللمين، ما شاء الله عصام محمد نور، نجوم يعني. يا شباب عليك صفقه يا مدني. شفته؟ مدني حاضره. يديك الصحه والعافيه ان شاء الله، رحله سعيده مع العقيده. يديك الصحه والعافيه، موفق ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، تذكرتك علينا اي ولايه من ولايات السودان. قد ما نصلك بجسدنا لكن نصلك بروحنا. نقول لك كل سنه طيبين. تحيه لمدينه مدني، الابداع مدني، الفن مدني، كل شيء. كل عام وانتم بخير. ابحراحر خاطب بالتعم حريره 3 سنه ناوي خش على فعي ضد الضحيه. اذا جاهم في البيت قالت لي اخر ليك شربان شاي مغرب في بطن البيت، لا خطوبه لا عقد لا عرس. قال لها بالتعمي والله انت خسران المانع. قالت لي خسران المانع عشان شنو؟ قال انا قدامي قد بجي للزول في العمر مره واحده. ردت له قالت لي خلاص صار برجوم. لما تشوف حاجه اول مره في حياتك بتتصدم. زول اول مره في حياته يشوف اسانسير، باب يفتح يمرقوا ناس، يكفل يفتح ثاني يمرقوا اشكال ثانيه مختلفه كله. زول ده اتخلع في الاسانسير ده ايش؟ ما عارف. لما في واحد قال
أنا دشنو الجنبه ده قال لي دي أوضة بتاعت نسوان فرن تدخل فوق مرتك كبيرة عجوز تطلع الطابقة الثانية تستلم أنا جفا عزولي تجاتي قال له جاب دي جري البيت جاب مرته وجاب قال له البطول خش هنا أنا برجاك فوق هاي فهمني قال لا بفهمك فوق بس خلى البطول جنب الأسانسير بسلم طق 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 الطابقة الثانية البتول ما ركبت الاسانسير جات سورية سمحة سماح ركبت الاسانسير والباب قفل والاسانسير طلع فوق وزولك وين فوق الباب ده فتح الزول شاف السورية قاعد في الوطن لا اله الا الله هل بيغنوا تاني شنو انه دي ما مرته السورية شافت الزول بعيلان خلعت قبضة من يدها العيلة زوجته طق انفصمت فيه شو بتطلع فيها يا زلمة قال لها هلا هلا بيتها بلقيتها بيكم في فقرة مختلفة فقرة ختامية نجم على الباب نجم في مكان عملك نجم أينما كنت حيقدم لك هدية اللي هي قيمة خروف الضحية للأسر المتعففة للأسر الفقيرة جايزة مقدمة من سفاري ومقدمة أيضا من صابون بشرة أبقوا بخير إن شاء الله وتفضلوا معنا لهذه الفقرة شهدين الأعزاء في كل مكان كل سنة طيبين نحن في ختام فقراتنا وختام برنامجنا في حلقتنا بالذات معنا نجم من نجوم الفن الشعبي الأستاذ يوسف البربري الفنان الإنسان الدائم يكون معنا في كل لحظة واللي إحنا اليوم في زيارة أسرة بسيطة بنحاول نعيد عليها في الضحية ونكرمها بهدية بسيطة من صابون بشرة اللي بيقدم خروف أو قيمة خروف لهذه الأسرة يوسف مرحبا بك يا أخي يا مرحبتين حبابك يا فخري حباب كل الشعب السوداني الجميل نحن والله يوسف سعيدين جدا تكون دائما معنا في العمل الإنساني يعني كده والله يا فخري دي نعمة من الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمك وانت واحد من غامات العمل وانا عايز اقول حاجه الفن الشعبي بنعامل مع ناس شعبيين ناس اسر بسيطه دي الحاجات مربوطه ما شاء الله بالحاجه دي اللي عجباني فيك ايوه التراث الرجوع لورا العادات التقاليد الادب السوداني يا أخي. الكرم السوداني حاجاتنا نحن السودانيين يا فخري والله انا عجبني اخوي يوسف ده بالرغم ان هو بتحسس شويه يمكن شايفها لزقه دي داخل مباراه لعيبه يعني اخذ هيد مع ميسي بعد اصر انه يشارك في العمل الانساني ده في هذه الايام الطيبه المباركه تقول كمان انت كان لازم تقول الجون بعد ذاك نشوف العمل. وانا خايف اجيب والله نحن مع الاسره دي ان شاء الله ونحن طبعا خشينا توش طوالي اجوا حبابكم تعرف نادي السلام عليكم السلام أبيك سلام عليكم سلام عليكم أستاذ إن شاء الله كويس الحمد لله يديك العافية مرحبك كل عام أنتم بخير وإنت بخير إن شاء الله يديك العافية ربنا يحقق أمانيكم أمان الجميع إن شاء الله يا رب لا لا على عيننا وراسنا تفضل نحن حبينا ليلة نكون معاك أنا أستاذ يوسف البربري جابني معاه ليلة في الحلقة دي أنا ضيف عليه وهو ما ضيف علي إنه نقدم لك بس خروف لك وللأسرة وللولادات إن شاء الله ربنا يحفظكم امين يا رب العالمين وشكرا لكم وشكرا بالاستاذ يوسف ونحن من معجبينك وبنحبك كثير وده دليل على اصلك يعني يا استاذ والله شوف الكلام ده كله يرجع لنا بشرى شركه بشرى يعني وضحوا للناس انهم هم بجد انهم ما شركه بتاعت ربح تجاري او ده بالعكس دول بيجيفوا مع الناس ونحن كلنا واحد ان شاء الله ربنا يوفقك ربنا يوفقك ان شاء الله شكرا لك أستاذ فخري طبعا غني عن التعريف الغريبة قلت لك أنا معجبة بيوسف ما قلت لك فخري يعني السنكات ديل ما يعني الفن الشعبي قلت لك أستاذي أنا والله سعيدة بيوسف وأنا واقف جنبه وصح يوسف ما شاء الله وطينه برند لكن ولا اشتغلوا بيخوك ذاته لكن هذول حاجة كل سنة طيبين يا هبة وإن شاء الله ديك أصل العافية أستاذ تسلم كثير وكل سنة وإنتوا طيبين وإن شاء الله ربنا يفرحكم شركة بشرة التوفيق دائما صابون هو طبعا هذول يجيبوا الصابون إحنا حقنا نجيب قلت له اسمه يجيب الصابون ولا نجيب الخروف قال لي فخري خروف أحسن صابون خليه انا صابون ده خليك تغسلي احنا عليك تغسلي احنا عايزينك تضحي معانا طوالي بشرة دايما في البيت يعني يا اخي الحمد لله كل سنه طيبه ان شاء الله طيب ان شاء الله والشعب السوداني كله طيب وبخير وان شاء الله يعم السلام في البلد والامن والاستقرار يا رب العالمين ربنا يحفظك وبشكر الاستاذ يوسف مره ثانيه وربنا ان شاء الله دايما يعليك دايما يا رب العالمين امين يا رب يديك العافيه يا رب استاذ فخري برضه كثر خيرك يا مدام هبه واحنا سعيدين بكل السعاده يوسف احنا ماشيين لختام الحلقه دي ومعاك الكاميرا والله أنا أول حاجة بشكر الناس بشرى نعم يعني ورونا إنه القلوب بتتنظف كيف نعم يعني صابون مال الغسيل وبس ورونا إنه القلوب بتتنظف كيف وياريت إنه الناس كلها تكون كلها تحزو الحزو ده خصوصا الله عليه وسلم قال الخير في أمتي إلى أن تقوم الساعة آمين ربنا يغطي عليك يا فخري وإنت أبونا في العمل الفخري والله بشرف لنا يا اخي ديك الصلاه العافيه كل سنه طيبين مشاهدينا الاعزاء حقيقه دعنا اقول لكم سعيدين في هذه الفقره وان شاء الله في حلقه من حلقاتنا اكسب واربح مع فخر ان شاء الله في عيد الاضحى المبارك عاد الله علينا وعليكم الخير والبركات تبقوا